كويس ل 20 سنة، وسط ميدان هجومي. أمين الأقمار لازم من جميع فئات ديال فريق الرجاء البيضاوي، وكنظن بأن أي مدرب غادي تريني عنده في فريق الرجاء إلا ما غيبخلش عليك بالخبرة وبالشي اللي عارف، غادي يلقى لك أحسن تلقين. و بعض المدربين اللي بقاو اللي نتس عندهم مزيان ونصحوني مزيان هما السي بكاري والسيدة الطير والسي مغامر، كنتمناو ليه الشفاء من هذا المنبر، والسي السوادي والسي عادل المال. فاليوم نتكلموا على لاعب قماري، كيف تكلمنا على اللاعب سعدان، فاللاعب الاقماري اللي تعتبر من الركائز ديال اللاعبين ديال فريق الامل، ولاعب اللي عنده مهارات كبيره جدا، لاعب مهاري، لاعب ذو مستوى عالي، فاللي تنتمناو انه يعني يتنسفوا كره القدم، ولاعبين اللي عندهم مستقبل، وتنتمنى انه فريق الرجاء البيضاوي تحظى بهذا اللاعب لانه عنده مهارات كبيره، لاعب كبير عنده مستقبل، لاعب الثقافه ديالو كبيره، لا ديسيبلين، من احسن اللاعبين في الاخلاق، جمع جميع النواحي ديال هذا اللاعب. فتنظن اللاعب اللي عطى هذا الموسم ولا الموسم الماضي مع فريق الامل مع سهيل الطير اللي كان مستوى ديالو كبير، وهذا الموسم فمستوى ديالو كبير، فالاعطاب بعض المرات تغيب على بعض المباريات، ولكن تبقى دائما من اللاعبين اللي عندهم مكانه ديالهم فريق الامل. فالسنه الماضيه كنت تعرضت للاصابه اللي كنت خرجت على الميادين لمده 6 شهور، فالحمد لله دابا بعد البدايه المتذبذبه في بدايه الموسم، الحمد لله الان رجعت كامل اللياقه ديالي، وكنحس براسي الحمد لله رجعت المستوى اللي كنت نعرفه. فريق الامل هذا الموسم فبعد البدايه اللي ما كناش في المستوى، فبعد 4 انتصارات متتاليه في الاول كنا في واحد فصل جافيد، فخسرنا 4 مباريات متتاليه، فالحمد لله الان رجعنا كامل اللياقه ديالنا والمستوى بعد مجيء السي محمد بكاري. الحمد لله دابا حنا في الرياضه، وكنبعدوا على اقرب المنافسين ب9 نقاط، وفي اقرب الدراري ليا فكاع الدراري تقريبا الزملاء ديالي كلهم بحال بحال، فالحمد لله. الطموحات ديالي هو اولا نحمل القميص فريق الرجاء البيضاوي وندافع عليه ونبرز داخل الوطن ويعرف الجمهور وندير الاسم ديالي، ونحمل قميص المنتخب الوطني ونحترف ان شاء الله. خارج الوطن معجب اللاعب عبد الصمد. الأقماري خارج الميدان فهو كيكمل الدراسة ديالو في الكلية، فهاد العام عندي دوزيام اني في ليكونومي، و تقريبا هذا هو كل شيء، و الأصدقاء ديالي في الدرب. الذكرى المزيانه فكيبقاو ذكريات بزاف مع فريق الرجاء البيضاوي، فكاع البطولات اللي حصلنا عليهم تقريبا من الميني وكاديش نيور وداك العام في الامل، وكتبقى اسوء ذكرى عندي هي الاصابه اللي تعرضت لها السنه الماضيه. نشكر موقع رجاء في
الجمعية الرجاوية، فالحمد لله فالرجاء كتوفر على شبان في المستوى، خصهم غير تعطينا من فرصة وإن شاء الله يكون خير.